وبقول للأشقاء في أثيوبيا بلاش إن إحنا نصل لمرحلة إنك أنت تمس نقطة مية من مصر، لأن الخيارات كلها مفتوحة. كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا في داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا. ده ما حدش يتصور إنه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا. كان مقدرا لمصر أن تكون محددات أمنها القومي خارج حدودها، فنهر النيل شريان الحياة لملايين المصريين يأتي من الهضبة الإثيوبية التي تساهم ب 85% من إيراد نهر النيل السنوي، وقناة السويس شريان التجارة مع العالم وأحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر، تمر السفن إليها عبر مضيق باب المندب. لذلك كان التحدي الذي طالما واجه الدولة المصرية هل تستطيع القيام بعمليات عسكرية خارج حدودها؟ فهذا الأمر يتوقف عليه قدرتها على الردع وحماية أمنها القومي الذي قد يقع على بعد آلاف الأميال من حدودها. لهذا اهتمت الإدارة المصرية في السنوات الأخيرة بعملية تحديث شاملة في قدرات الجيش المصري ليصبح قادراً على التحرك بسهولة وفاعلية خارج النطاق الجغرافي للدولة والوصول إلى أبعد نقطة تمس الأمن القومي والمصالح المصرية حال تطلب الأمر ذلك. كل إضافة جديدة تمكن وتزيد من قدرة القوات المسلحة وكفائتها لازم نمتلكها. على مدى العقد الماضي استثمرت مصر في تعظيم قواتها البحرية التي تعد نقطة قوة رئيسية، سواء في حماية سواحل مصر الطويلة على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، أو نشر القوات العسكرية خارج النطاق الجغرافي للدولة. امتلكت القوات البحرية المصرية الغواصات وحاملات الطائرات والمدمرات، وأيضا سفن الدحرجة التي تنقل المدرعات والدبابات وكافة المعدات ذات العجلات. أما القوات الجوية فتمتلك مصر 59 طائرة للنقل العسكري الثقيل يصل مدى بعضها إلى 5400 كيلومترا بحمولة تصل إلى 60 طنا. تمتلك مصر أيضاً مقاتلات حديثة مثل الرافال الفرنسية والميجي الروسية، وهناك تقارير تتحدث عن نية مصر الحصول على مقاتلة صينية متطورة مع صواريخ بعيدة المدى. هذه الطائرات قابلة للتزود بالوقود، لكنها تحتاج إلى طائرة متخصصة للقيام بذلك، وتسعى مصر لشرائها من شركة إيرباص عبر فرنسا، إلا أن المقاتلات المصرية تستطيع تزويد بعضها البعض بالوقود في الجو، ما يعني قدرتها على القيام بعمليات على مدى أبعد. يتطلب الأمر أيضاً أن تتمركز المقاتلات المصرية في مدى أقرب للهدف، لهذا سعت مصر سابقاً لرفع التنسيق العسكري مع السودان، والآن سترسل قواتها إلى الصومال ضمن نفس الاستراتيجية. ودشنت مصر أيضا قواعد عسكرية على سواحلها لرفع جاهزية قواتها المسلحة للتصدي لأي تحديات ضمن مدى جغرافي أوسع، سواء في البحر الأحمر أو البحر المتوسط. تسعى مصر بكل الطرق لتعظيم قوتها العسكرية وقدرتها على الذهاب بعيدا لحماية أمنها القومي، ولعل ما تخفيه مصر من قدرات عسكرية قد يكون أكثر مما تم الإعلان عنه. لذلك على سبيل المثال، حين وجه الرئيس المصري تحذيرا واضحا بعدم المساس بحقوق مصر في مياه النيل، كان حريصا على تأكيد أن قدرات مصر العسكرية تستطيع الذهاب أبعد مما يتصوره الآخرون. احنا ما بنهددش حد، لكن ما حدش هيقدر ياخد نقطه ميه من مصر، والا هيبقى في حاله من عدم الاستقرار في المنطقه لا يتخيلها احد، وما حدش يتصور انه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا.
جيش مصر قادر على أنه هو يعمل بجد المستحيل. لما نيجي نقول للقوات ديت تتقدم، هذه القوات ستتقدم